ننتقل وإياكم مشاهدينا الأعزاء إلى فقرتنا التالية، حيث سنسلط الضوء فيها حول 931 طالب وطالبة يمثلون 330 مدرسة من مختلف مدارس الضفة الغربية يشاركون في أولمبياد الرياضيات الفلسطيني للعام 2014. الفكرة تجسد محاولة تعميق الإبداع لدى الشباب وتطبيق أوسع لمجالات الرياضيات في الحياة العملية وتحقيق الاستفادة لتطوير المنهاج التعليمي. للحديث أكثر حول أولمبياد الرياضيات الذي تستضيفه جامعة فلسطين التقنية خضوري، معنا في الاستوديو الدكتور سيد ملاك منسق أولمبياد الرياضيات الفلسطيني للعام 2014. يسعد صباحك. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. صباح الخير لك. يعني بداية دكتور سائد، قبل البدء بأي شيء حول تعريف أولمبياد الرياضيات، أين تكمن أهمية استضافة جامعة فلسطين التقنية خضوري لأولمبياد الرياضيات الفلسطيني لعام 2014؟ يعني في البداية خلينا أقول كلمة استضافة يعني بجوز شوي بعيدة عن الحقيقة، هي جامعة فلسطين التقنية بتنظم صحيح. وبتحتضن هذا الحدث بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي وخبراء من الرياضيات من كافة جامعات الوطن في الضفة الغربية. نأمل في السنة القادمة أنه يشاركنا طلابنا وزملائنا من قطاع غزة بالحدث ليكون عرس وطني شامل لكافة أنحاء الوطن. بالتالي هي الفكرة، فكرة الأولمبياد، اسمحوا لي بالبداية أرجع شوي للتاريخ. يعني الفكرة بدت من عام 96، خبراء من سادة الرياضيات في الوطن شكلوا زي أولمبياد رياضيات وطني فلسطيني برئاسة رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري حاليا الأستاذ الدكتور مروان عورتاني، وانعقد الأولمبياد بالحقيقة من 96 لل 99 أربع مرات، واحتضنته أكثر من جامعة فلسطينية نتيجة الانتفاضة الثانية ونتيجة صحيح. أمور بالضبط وأمور مادية أخرى توقف الأولمبياد. حديثا تم تجديد الحدث، اعتقد بالسنة 2012 احتضنته جامعة القدس ابو ديس، وبالمناسبة كان الاستاذ الدكتور مروان هو قائم بعمل رئيس جامعة ابو ديس، بالتالي يعني وجوده برأس الهرم في مؤسسة معينة بيعطي الزخم للنشاط الموجود. حاليا جامعة فلسطين التقنية بالشراكة مرة ثانية مع وزارة التربية والتعليم وخبراء من الرياضيات من كافة انحاء الوطن من شهر 11 من 2013 واحنا شغالين على هذا الموضوع. الموضوع تم على مرحلتين، المرحلة الأولى كل طلاب الأول علمي في الوطن في الضفة الغربية والقدس خلينا نحكي حوالي 11,000 طالب تقدموا للامتحان في المرحلة الأولى. أفضل 10% تقريبا اللي هو 931 طالب تأهلوا للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية إن شاء الله راح تكون في جامعة فلسطين التقنية يوم السبت بكرة. جامعة فلسطين بأسرتها برئاسة الأستاذ الدكتور ونقابة العاملين ومجلس الطلبة أعدوا يوم مميز لهذا الحدث، وإن شاء الله راح يكون عرس وطني تربوي تستضيفه وتنظمه جامعة فلسطين التقنية. طيب للتوضيح أكثر للمشاهدين، يعني الفعاليات التي ستنظم غدا هي طبيعة فعاليات امتحان للتصفية أكثر من العدد 931؟ هو إن شاء الله راح يكون امتحان، لكن امتحان خلينا نقول بقيس المهارة العليا في التفكير لدى الطلاب، شامل جميع فروع الرياضيات من الجبر من الأعداد من الهندسة من البيانات. نعم. طبعا زي ما حكينا أولمبياد، بالتالي أنت بتدور على النخبة، بتدور على الصفوة، بتدور على المبدعين، وإن شاء الله المميزين اللي راحين يتفوقوا خلينا نقول بعدد تقريب 20 طالب راح جامعة فلسطين التقنية خضورة تقدم لهم منحة بأي تخصص بدهم إياه في جامعة فلسطين التقنية، بالإضافة لبعض الهدايا العينية خلينا نقول في حفل تكريم راح يكون إن شاء الله خلال شهر 5. طب لو تحدثنا عن أهمية الأولمبياد بالنسبة للمشاركين من الطلبة، يعني لربما هو يفتح آفاق كثيرة وكبيرة أمامهم في مجال الرياضيات بالذات، لكن على المستوى الأكاديمي المدرسي كيف ممكن مثل هذه المشاركات تضيف لهؤلاء الطلاب؟ يعني خلينا أقول أنه لا شك أنه في مشكلة في الرياضيات لدى الطلاب المدارس بشكل عام، وخلينا أقول أنه مخرجات المدارس هي مدخلات للجامعات، بالتالي لابد من محاولة لتحسين عملية التعليم. الأولمبياد أحد الطرق اللي بخلينا نكشف المواهب، بخلينا نحاول إذا في موهبة معينة نرعاها
نتبناها، خليها تصل لمكانة مميزة في الاتجاه اللي هي بتجد نفسها مبدعة فيه. بالتالي يعني الفكرة انه ما بتقدرش تستعين طلاب التوجيهي انك تخضعهم لهذا الامتحان، لانه طلاب الثانوية العامة عندهم ابواب الامتحانات قريبا، ونتمنى لهم التوفيق جميعا. بالتالي الأول علمي هو الصف ما قبل الثانوية العامة، بنفس الوقت هم طلاب علمي، بالتالي هو رغبتهم بالتخصصات العلمية. لا شك أنه في الجامعات تحديدا بجوز الكل بلاحظ أنه في، خلينا نقول، عدم رغبة في دراسة العلوم الأساسية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء وهي الأمور، مع أنه خلينا نقول من باب التخصص الرياضيات هي لغة العلوم، وأي تطور، كل التطور التكنولوجي الموجود حاليا هو تطبيقات على الرياضيات. لا شك بدنا نحاول ان نحسن نوعية التعليم، بدنا نحاول نرغب الطلاب انه يتوجه لاتجاه اللي بيبدع فيه. اذا بيبدع بالرياضيات خليه يصير عالم رياضيات، خليه يصير عالم فيزياء، خليه يصير عالم كيمياء. بالتالي العلوم الاساسية لابد ان نعطيها اهتمام خاص. بالمناسبة رؤية الاستاذ الدكتور مروان رئيس الجامعة انه السنة حكينا عن اولمبياد الرياضيات، التوجه والتطلع في السنوات القادمة يصير عندنا اولمبياد مش بس بالرياضيات، في كل مجالات العلوم الأساسية. بالتالي وين عندنا مواهب في كافة أنحاء الوطن، نحاول إن نرعاها، نتبناها، نحاول نوصلهم لمكانة مميزة في المجال اللي مبدعين فيه. بالتالي بنتأمل إنه السنة الجاية ما يكون فقط أولمبياد رياضيات، يكون متنوع وأشمل. يعني أكيد هذه أفكار رائعة للتطوير المستقبلي للأولمبياد، لكن إذا ما عكسنا هذه الأولمبياد على واقع المنهاج التعليمي وربطه، هل بالفعل منهاج التعليمي في المدارس الفلسطينية، خصوصا أن هناك أعداد مشاركة لا بأس بها من المدارس وكذلك أكاديميين في الجامعات، هل يعكس هذا المنهاج قدرة لتوليد الإبداع والمهارة على تطويرها من خلال هذه الأولمبياد والعلاقة ما بينهم؟ بالتأكيد الأولمبياد الهدف الأساسي أو أحد الأهداف الأساسية للأولمبياد تحسين نوعية التعليم. بالتالي لابد أن نشجع طالبنا، المنهاج مش فقط مقرر، في عنا مقرر وسائل تعليمية عدة أجزاء، مش فقط مادة تعليمية بتنعطى. بالتالي لابد أن نشجع طلابنا على البحث، على الاكتشاف، مش شغل عملية تلقين والطالب هاي مادة احفظ وقدم امتحان. بالتالي يعني بنتأمل من خلال هاي الحركات، الأولمبياد الرياضيات، ملتقى الرياضيات، ونتأمل مرة ثانية مش فقط تكون محصورة على الرياضيات، تكون للمواد العلمية الأخرى، انه نحسن نوعية التعليم، المنهاج انه نبطل يظل قائم على عملية التلقين والحفظ، صير عملية البحث، عملية الاكتشاف، دور المعلم او دور المدرس في الجامعة يكون دور اشرافي، دور توجيهي، مش معلومة بيعطيه اياها للطالب ويحفظها وينفذها. نعم. يعني دكتور اذا ما تحدثنا عن المعايير التي سيتم اخذها بالحسبان من قبل لجنة التحكيم يوم غد السبت، يعني ابرز المعايير التي ستعتمدون عليها؟ يعني هي مع الأسف يعني إحنا بنقول بالوقت الحالي والعدد كبير جدا، يعني في المرحلة الأولى عقدنا امتحان ل 11,000. طبعا المرحلة الأولى خلينا نقول وزارة التربية والتعليم بتحكيم جزئي من الجامعات أعدوا امتحان المرحلة الأولى. المرحلة الثانية راح يكون من خلال امتحان، بالتالي راح نطلع على النتائج. أفضل نتائج هي راح تكون هي المعيار في الوقت الحالي التقييم. بالتقييم نتأمل في المستقبل ممكن يكون في أفكار جديدة، لكن لكثر العدد الكبير أعتقد أنه هذا المعيار راح طب يعني هذا. لكن من خلال هذا المعيار وهو الاعتماد على العلامة، ربما ما حصل من علامات، لكن أليس هذا هو قريب أيضا من معيار التلقين نوعا ما؟ يعني لم نخرج بعد من دائرة الأمور النظرية والتلقينية ليكون هناك فتح آفاق أكثر للإبداع العملي للطلاب. اسمحي لي أن أختلف معك، لأنه هو صحيح امتحان لكن يقيس مهارات عليا، تفكير عليا، أسئلة استنتاجية وليست أسئلة أنه طالب حافظ معلومة معينة بده يكتبها في الامتحان. هي يعني ما بدي أحكي كثير عن طبيعة الامتحان، لكن ما بقيس حدا يا جماعة، بقيس مهارات عليا، بقيس يعني أسئلة استنتاجية، ما طالب يعني معلومة حافظها بده يطبقها، لا بده يفكر، لا يعني سيبحث عن طريق الحل. لكن ألا يكون هناك يعني لربما يعني أساليب أخرى من أجل أن يكون هناك تقييم أو تصفية عدد الطلاب لعدد معين كما أنتم ستتخذونه، يعني أساليب أخرى، وسائل أخرى غير عقد الامتحانات؟
يعني أعتقد يعني مع الأسف في العملية التعليمية النقطة الأساسية أو المعيار الأساسي نتعامل معه هو الاختبارات. الآن طبيعة الاختبارات وتصنيفها، وهل هو عملية مفاهيم أساسية، هل هو مهارات عليا، هل هو أسئلة ذكاء أو كذا. طبعا كونه أولمبياد برجع بقول طبيعة الأسئلة بتكون نوعا ما مختلفة عن امتحان تقليدي، امتحان طالب عنده معلومة حافظها انه يحطها بورقة نعم. الامتحان. طب بنظرة مبسطة وعامة، طلبة جامعة خضوري كيف بيشعروا في أمام هذا الحدث العظيم اللي مشارك فيه مديريات التربية والتعليم على مستوى الوطن، وكذلك هناك حدث كبير خصوصا تخصص الرياضيات، هل يعني راح يكون دفعة للأمام لإلهم للإبداع أكثر، للمضي قدم كرؤى مستقبلية؟ 100% بالتأكيد طلبة جامعة فلسطين التقنية خضورة للأمانة يتمتعون بثقافة عالية، يتمتعون باهتمام في المجالات العلمية وبالنشاطات، سواء التنمية بشكل عام، سواء كان متعلق في المجتمع أو بالبحث العلمي أو بالأمور التربوية. بالتالي في كل نشاط بترتبه جامعة فلسطين التقنية، طلبة جامعة فلسطين التقنية هم جزء من الحدث، هم جزء من عملية الترتيب والنظام، وسيكون لهم دور كبير غدا يوم السبت، سواء مجلس طلبة أو أطر طلابية أو طلبة تخصص الرياضيات التطبيقية اللي هم موجودين في جامعة فلسطين التقنية في عملية التنظيم، عملية مساعدة الجامعة بغض النظر إدارة أو عاملين إنه يطلع هذا العرس الوطني بأفضل وجه. صحيح. وللتجارب السابقة طلبة جامعة فلسطين التقنية لم يقصروا في أي نشاط قامت في الجامعة سابقا. يعني حبذا دكتور لو نذكر مرة أخرى من خلالك بتوقيت عقد هذه الفعالية الأولمبياد وأيضا المكان واليوم. إن شاء الله غدا صباحا أسرة جامعة فلسطين التقنية بإدارتها بموظفينها بطلبتها راح تكون باستقبال الوفود. طبعا الامتحان بيبدأ الساعة 11 أو المسابقة بتبدأ الساعة 11، قبل الساعة 11 راح يكون في لجنة نظام من الطلاب، من إدارة الجامعة، من الموظفين لاستقبال والترحيب بالضيوف، لأنه في عندنا من كافة محافظات الوطن، من الشمال، من الوسط، من الجنوب. بالتالي من الساعة 8 صباحا راح يكون مهيئين لاستقبال الضيوف، سيتم استقبالهم والترحيب بهم ونقلهم إلى المسرح والتعريف بالجامعة، مسرح الجامعة، مسرح الشهيد ياسر عرفات. بعد ذلك سيكون مؤتمر صحفي الساعة 10:30 في قاعة الاجتماعات الرئيسية، الدكتور مروان رئيس الجامعة مع الضيوف الكرام. بعد ذلك سينطلق الوفد المسؤول لتفقد بداية الامتحان اللي هي البداية، نتأمل أو إن شاء الله راح تكون الساعة 11 صباحا إذا سارت الأمور بالشكل الصحيح، ونتأمل أنه الكل يكون واصل قبل الساعة 11 بالطبع صباحا. إن شاء نأمل الله. أن تسير الأمور على ما يرام وأن يعقد الامتحان بشكل يعني مجد ونافع. دكتور سائد ملاك منسق أولمبياد الرياضيات الفلسطين العام 2014، شكرا جزيلا لك على وجودك اليوم معنا في برنامج صباح الخير. شكرا.